انا غنحاول انني نعطي مداخله وجيزه قبل ما نطرح سؤال، وكي وكنحاول نقول وسمحوا لي ما نتفقش مع الناس اللي كيقولوا بانه خاصه الاستاذ كسيكس لا نتفق معه في شق ونختلف معه في شق، وانا اتفق مع الاستاذ نويدي. خصنا نامنوا بانه اليوم راه ما كنتكلموش على مشروع قانون، احنا اليوم كنتكلموا على مدونه، وانا احب انني نستعمل هذا المصطلح ديال المدونه لاننا نتحدث عن مشروع قانون للصحافه والنشر، ونتحدث عن نظام اساسي للصحفي المهني، ونتحدث عن المجلس الوطني للصحافه. وبالتالي اعتقد على ان مناقشه مشاريع قوانين بهذا الحجم لا شك اننا غادي نعتبرها ثوره في هذا المجال، خاصه من بعد الغياب الطويل اللي ما كانش فيه الاهتمام البتة بهذا القطاع، على الرغم من انني اعتبر على ان الصحافه تشكل وسيله من وسائل الرقابه الشعبيه لصون الحقوق والحريات. ولكن هذا صون الحقوق والحريات انا كنقول كما كنتكلموا دائما، علاش كنتكلموا على حقوق المتهم وما كنتكلموش على حقوق الضحايا؟ علاش ما كنتكلموش على الضحايا؟ اليوم انا كنقول علاش غادي نتحدث اليوم لصون حق واحد من حقوق من الحريات العامه اللي كنتحدثوا عليها، اللي هو الحق ديال الصحفي او حريه الصحافه، ولكن حتى شي واحد ما كيتكلم على حمايه الحقوق والحريات للكافه لباقي المواطنين. ولهذا انا اقول حتى يمكن ان نكون عادلين ينبغي ان نتحدث في هذا الموضوع او نبدي مقترحاتنا او توصياتنا بشكل يضمن التوازن بين حريه الصحافه وحمايه الحقوق والحريه. ولكن انا اتفق مع الاستاذ كسيكس في نقطه، كيف يمكنني الحديث عن قانون الصحافه الجديد او مشروع قانون الصحافه الجديد والحال انه ليس هناك قانون ولا تطبيق لهذا القانون؟ وكنقول بانه احنا اليوم لا زلنا نردد دائما على ان الازمه ليست ازمه تشريع، ولكن الازمه هي ازمه تطبيق. وانا كنتفق مع الاستاذ الخضراوي فاش كنتكلموا على فاش درست حاولت انني نتفحص مجموع المقتضيات اللي جابها مشروع قانون الصحافه والنشر، وهي كلها كلمات وجمل فضفاضه وانشائيه، وهذه الجمل الفضفاضه هي التي يمكن ان تخلق اما اللبس او تترك مجالا لمعاقبه الصحفي بشكل من الاشكال. لكن لماذا اقول ثوره؟ لاننا في واحد الوقت فاش كنتكلموا اما على العقوبات السالبه للحريه التي لا يمكن القبول بها في مواجهه الصحفيين، او نتحدث عن ما يشبه العقوبة السالبة للحرية وهي إقبار للصحافة وللصحفي بتلك الغرامات والتعويضات الخيالية اللي كان كيتحكم بها. اليوم هاد جوج نقاط ربحناهم إذا قلنا بأنه يتم المصادقة من بعد على القانون ديال الصحافة والنشر الجديد، ونقولوا راه حنا استطعنا أننا نبعدوا الصحافي عن العقوبات السالبة للحرية، واستطعنا أننا نبعدوا، لأنه إلا رجعنا للمقتضيات ديال المشروع الجديد ديال قانون الصحافة كنلاحظوا على أنه تم الحصر أو التخفيض ديال العقوبات. هذه إيجازية ممكن مش كل شيء يستفيد وكل شيء يقدر يشيل إن شاء الله. ألوغ أنا الحاجة اللي أنا متفق معها عاود مع الأستاذ كسيكس، راه ما يمكنش أننا نتحدثوا على صحافي وقانون وحماية وحق الصحافي وحرية الصحافي وحنا ما مهيئينش للظروف. واول ظروف اللي ممكن نتكلموا عليها هو تفعيل حق الحصول على المعلومه. هاد الا استطعنا باش يمكن لينا ان نوازنوا، حتى فاش كنتكلموا على العقوبات للناشر والموزع، وهذا راه الا مشى حتى نشر محضر او معلومه وهي قيد التحقيق راه غادي يتعرض للعقوبات ديال افشاء السر المهني، وانا كدوله ما درت والو لهذا الصحفي باش يمكن لي نعاقبه. خاصنا كما كنتكلموا على قاضي محترف في المجال، وخاصنا قاضي اللي كيكون كيعرف اشنا هو الحريات والحقوق وكيعرف ما معنى حريه الصحافه. وانا كنتفق مع الاستاذ الخضراوي، ولكن في نفس الوقت انا كنقول خاصنا صحفي محترف. وكاينه حاله في المغرب كنفتخروا بها، هي احدى الجمعيات اللي هي ولات صحفيين متخصصين في قطاع في ميدان العداله، وهذا كنتمناو على انه يمشيوا الحدو ديالو باقي الصحفيين. اخر سؤال كنتمنى على ان الاستاذ الخضراوي يجاوبني عليه، وحنا عشنا سواء كمحامين او كحقوقيين، وهو التاثر ديال القاضي في التغطيات الصحفيه لبعض القضايا، خاصه فاش كيكونوا هذه القضايا معروضه على انظار هذا القاضي. ولا اخفيكم في عدد في كثير من القضايا كنا ندخل في نقاش جانبي
مع احد القضاة، وكنلقاو بانه واخد الجرائد اللي اصدر تغطياتها الصحفيه وديرها في ملف الى جانب الملف اللي كيعرض فيه، كما لو انها وثائق من وثائق الملف. ونحن نعلم كما كيعرفوا الجميع على ان هناك من اللوبيات اللي كيشريو توجهات حتى على صعيد الصحافه وعلى صعيد مجموعه من الصحف. كيف يمكن ان نميز؟ راه ماشي كنتكلموا على الاستقلاليه كما تكلموا على السلطه ديال المال ولا السلطه السياسيه، ولكن كنتكلموا على واحد التاثير ديال الصحفي على القاضي. كيفاش ممكن لي ان الفيصل ما بين التاثير على القاضي والضمير ديالو؟ شكرا. نتكلم النقطه الاولى اللي بغيت نقول على طبيعه الحال هناك مجموعه من الحقوق اللي التزم بها المغرب، وملي تنشوفوا التزامات الدوله من اجل تفعيل الحقوق كاين اربعه ديال الالتزامات. الالتزام الاول هو الاحترام ديال الحق وعدم التعسف، كاين الالتزام الثاني هو حمايه الممارسه ديال الحق، وكاين الالتزام الثالث هو الاعمال ديال الحق، وكاين الالتزام العام الرابع هو النهوض بالحق. وملي تنتكلموا على حق حريه التعبير وحريه الصحافه الى اخره، تنسالوا السياسه في هذا المجال اشنو هو، كيفاش كنضمنوا هاد اربعه العناصر في اعمال حقيقي وفعلي لهذا الحق. اذا المساله ماشي وكيولي الجانب القانوني هو جزء واحد السياسه شموليه عامه للنهوض بهذا الحق. انا تنقول ما كاينش مقاربه اشكال، ما كاينش سياسه عموميه حقيقيه، ما كاينش مقاربه شموليه للموضوع، بحيث انه حتى القانون او صياغه القانون هي اليوم صياغه قطاعيه، كل وزير تيدير الناس ديالو وتيديروا مشروع قانون وتيدوزوا، يعني ما كاينش واحد التصور. وهذا ربما من الاشكالات اللي مطروحه فعلا على هذا المستوى اللي تتفسر حتى التضارب في الصيغه ولا في الجوده ديال القوانين. تلقاو قوانين جيده تلقاو قوانين رديئه. النقطه الثانيه كتبان لي مهمه، هو انه النص كما بغى يكون يجب ان يكون مؤطرا باش بفلسفه النص، وفلسفه النص هي الديباجه، هي الديباجه اللي تتاثر الحقوق كتاثر القراءه ديال النص باش ما يمشيش، لانه القاضي عنده نص معين خصو كيفسرو في واحد الفلسفه معينه، والمشرع خصو يساعد القاضي من خلال الديباجه حتى وان اختلفنا كقضاة، ولكن كنرجعوا للديباجه اللي كتقول لنا هذا التوجه العام اللي كاين، اضافه للدستور، اضافه يعني القراءه اللي ولا التاويل اللي كيبغي يوجهه المشرع لهذا النص القانوني. لاحظنا بان في مجموعه من النصوص المشرعين حاليا يتفادون الديباجه، ما كاينش ديباجه. علاش؟ باش نخليو هاد اللبس ونخليو هاد، وهي جزء من الرداءه، جزء من الرداءه ديال النصوص. المساله الثالثه هو انه في هاد الموضوع بالذات مساله القانون ماشي مساله يعني دائما هاد المبرر ديال الثقافه السائده والبيئه الثقافيه، يعني كتكون لي مبرر لتبرير عدم 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 الالتزام بالحقوق الى اخره. تيظهر لي بان القانون هو اداه ديال التربيه، القانون هو اداه ديال ملي تيكون قانون ردعي وتيكون قانون واضح راه تا هو كيساهم في التربيه. حنا ما كناش كنديروا لا سانتير ديال السياره، ما كناش حاملينها في الاول، دابا دايرينها لان كاينه غرامه وكاين كذا. التليفون اللي دويتي فيه كتخلص 500 درهم ما يتذكروش معاك. اذا ملي تنبغيو نطبقوا الامور بصرامه والمدونه تسير مثلا كنموذج اللي ضخمات من الغرامات الى اخره وكذا وكذا وكذا، انا ما متفقش مع داكشي، ولكن يعني مجموعه من الاشياء كانت الناس التزموا بها. اذا كانت الصرامه في التطبيق، هنا كنجيو لدوله القانون، واش فعلا عندنا دوله القانون ولا دوله اللي كتستعمل القانون حسب الاهواء والاجواء الى اخره؟ اذا المساله ديال الدور ديال القانون هو دور اساسي، كيقول لك يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقران، واخا تضل تحكي الناس راه كيصلي الجمعه وتيخرج تياخذ الرشوه وتياخذ مجموعه ديال الحجات في الادارات الى اخره. اذا هذه مساله اساسيه باش ما نبقاوش ندربوا على الثقافه. الثقافه راه واقع، راه الاتحاد السوفيتي نهار داروا الثوره ديالهم راه بقات 70 عام والناس كيفكروا في القيصر وكيفكروا في اشياء اخرى ربما لا علاقه لها بالحزب الشيوعي ولا المجتمع، ولكن كانت اراده سياسيه وكانت دوله اخرى اللي كتعمل من اجل فعلا اعمال دوله القانون، الافلات من عدم الافلات من العقاب. ملي تيبانوا لنا اختلاسات وتيبانوا لنا جرائم والدوله ما تتحركش وما كاينش متابعات، وفي قضايا هنا حتى في قضايا ديال النشر واش نهضروا، مثلا ما يقوم به احد الدعاه ضد مجموعه من من
من الحقوقيين، وواحد حتى هو مسخر كي ضد الحركه النسائيه، مشى بعيد كي ممجوجات شخيبات عنيسات فاشلات كيحقدوا على الراجل. يعني هادشي واش هادشي كيجرموا القانون ولا ما تيجرموش؟ اين دور النيابه العامه؟ فين هي استقلاليه النيابه العامه؟ والنيابه العامه تتحرك اما بناء على شكايه ولا بناء على انها يعني محامي المجتمع. اين تحرك؟ هنا تيبان لك بان فعلا ما كايناش استقلاليه ديال 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 القضاة ولا ديال القضاء، ما كايناش حقيقيه. لان ذاك النائب العام اللي غادي يتابع دابا ابو النعيم تلقائيا اللي يوميا تيدير، ولا ذاك الشيخ صار اللي ولا كيقلب على الشهره من خلال. اذا هنا تنقول لك كاين اربعه الاليات باش نختم ولا نحاول. اربعه الاليات كتستعمل دابا في القمع، كيقول لك قطعوا الارزاق ولا قطعوا الاعناق. اليه الاشهار اليوم ولات اداه اساسيه هي ديال النهار بغاو يخنقوا لو جورنال حيدوا عليها الاشهار. 80% ديال فلوس الاشهار ما بقاش كتجي. دونك اليوم كنعرفوا بانه الصحافه ماشي هي اللي كتغني، ماشي حيت كتبيع جريده، ولكن ما الاموال الاخرى اللي كتكب على الجريده. ملي ما كتنفعش اليه الاشهار كاين اليه التشهير. اليه التشهير وكنبداو نشهروا بالناس، كنبداو نشهروا بهم وتنبداو نديروا عليهم واحد المجموعه. وكاين الاليه الاخرى هي ديال الدفع الضغط والايحاءات من اجل لوطو سونسير. كنديروا كنبداو نشروا اخبار وكنبداو باش لوطو سونسير وصولا لاليه القمع. اذا تنقول بانه يعني القضاء ماشي مساله ديال النص ولا مساله، هي مساله مبدا. ما عندناش القضاء القاضي براسه لحد الان هو كيحس براسه بانه كشخص كقاضي ما عندوش الحمايه الكافيه باش يمكن ينوض ويشتغل، اضافه للمساله ديال 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 الفساد اللي كيعرفوه المحاكم الى اخره. اذا كخلاصه اللي بغيت نقول هو انه هذه النصوص، ان هذه النصوص كيلكو سوا متفقنا بان كاين تقدم في النصوص، ما نقولوش بان ما كاينش تقدم في النصوص، ولكن النص كما بغى يكون خصو جوج شروط. خصو البيئه الحاميه لتطبيق النص. اذا هذه البيئه لونفيرونمون خصو يكون ان انفيرونمون دو ليبرتي، ماشي ان انفيرونمون اوستيل لا ليبرتي، يعني معادل للحريه. وخصو كذلك لي زاكتور الاشخاص، يعني خصنا قضاة في المستوى وخصنا خصنا خصنا اداره في المستوى كما تيقولوا. غادي نختم بها خساليتي بالامام علي انا رضي الله عنه. بغيت نقول هذيك ديال قال لك ثلاث قضاة، قاضي في الجنه وقاضي في جهنم. قال لي قاضي عالم يحكم بعلمه، وهذو راه قلال، كل صدق نقولها لك قلال. وقاضي عالم يحكم بالزور شويه كثار، وعاد ضيف قاضي جاهل يحكم بجهله وما اكثره. اذا تنظن بانه راه ورش كبير، تكوين بوحدو ما كافيش، خاص التكوين ولكن خاص المساءله والمحاسبه وعدم الافلات من العقاب حتى الناس انها تشد الطريق، والا غادي نبقاو فقط في الوعظ والارشاد. وشكرا. لا سوف اولا كنشكر جمعيه هذا على التنظيم. طبعا هذا هو ليست دائره مستديره ولكن هو لقاء تشاوري حول يعني قراءه في جريده الصحافه. انا عندي اقتراح بدايه، هو انا كنقترح على الجمعيه انها تترجم او تحول الى مركز، لان الجمعيه هو بحكم المهام اللي عندها او يعني ليطاش اللي عندها كيسون نوبل بيان سور على مستوى يعني التقارير، على مستوى يعني المواكبه ديال المستجدات القانونيه، وعندها مستوى طبعا الانشطه ديالها. انا كنقترح باش تحولها الى مركز حقوق وعداله. بادئ البدء، اولا خصنا نعرفوا بان المغرب يعني له يعني ترسونة قانونية، يعني تضارع يعني ترسونات القانونية الدولية ما لا شك فيها. يعني هناك مجموعة من القوانين يعني، وهذا طبعا هذا يعني كيتحمد عليه المغرب الحمد لله على مستوى ان عنده واحد مجموعة من القوانين اللي شكلت مرجع دولي على مستوى يعني الرجوع اليه كمعيار، على مستوى طبعا مجموعة تحكيم على مستوى على مستوى يعني لا ميدياسيون على مستوى مجموعة القضايا. انا بغيت نركز بان النشاط ديال طبعا اللي منظم طرف جمعيه العداله كيندرج في اطار كما قلت بدايه يعني لقاء تشاوري مع المجتمع المدني. يعني انا جمعيه يا لها رافد مدني، ولكن الشكل انا اللي كنطرح السؤال اللي كنطرح هو ان الا كنخولها الدستور مثلا من خلال فصل 12 13 130 مجموعه من يعني المرتكزات الدستوريه اللي كتشكل يعني كقوه، يعني لانها انتقلت من يعني الجانب التقريري من جانب استشاري الى جانب تقريري، وهذا كيشكل منها قوه. والحوار طبعا اللي فتحته يعني الوزاره المكلفه على القانون انها كان طبعا حول المجتمع المدني والمرتكزات ديالو، ثم هنا كيدل على ان محوريه المجتمع المدني. فهنا
يعني اشنا هو الدور ديال المجتمع المدني في تغيير يعني قانون جديد الصحافه لانه هو مشروع اشنا هو الدور ديال. النقطه الثانيه بغيت نشير ليها وهي شرح الاستاذ ربما احد المتدخلين الكلام وهو حول ان الان ما كاينش واحد لي زانديكاتور مؤشرات لكي يعني من خلالها نرصد تطور ديال الصحافه في المغرب. النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي هي مهمه يعني القضايا اللي كتشكل اللي كطرح على مستوى المحاكم يعني المحاكم هنا كيوجد عندنا القاضي كيوجد مثلا واحد الصعوبه في تاويل النص يعني كي في حيره من امره يعني ولا سيما اذا كان النص جامدا ولا سيما طبعا اذا كان النص مثلا فيه مجموعه من المعطيات وفيه طبعا مجموعه من الاخطاء خاصه اللغويه او النحويه بحال الشكل ديال قانون العلاقات الكنائيه 67 12 فيه مجموعه اخطاء نحويه يعني هنا كيوجد القاضي واحد المنطقه واحد العقبه في تاويل النص وبالتالي يعني واخا كيشاهد اذا هنا انا كنقترح نجيب المشرح هو يعطينا الصيغه النهائيه او يعني الدلاله السيب الطوب ديال 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 النص التشريعي للبناء عليها في اصدار طبع الحكم. انا بغيت نشرح مساله اخرى وهي مهمه وهي الاستاذ المحترم انا ركز على التكوين انا كان شاطر الراي 100% واكثر من ذلك لان كثير من الحقوقيين الان كثير من القضاة يعني في حاجه الى تكوين ولا سيما ان هناك يعني حتى ان ليست له ثقافه على حقوقيه على مستوى يعني مستوى الاعلاء عن حقوق الانسان ما عندوش مثلا واحد درايه به. النقطه الاخرى اللي بغيت نشير لها وهي يعني الانتخابات الان يعني الجايه يعني تكون ربما مؤجله سبتمبر 2015 اشنا هو الدور ديال الصحافه في هذا الباب واخيرا نختم دور الهاكا بقانون الصحافه وشكرا. سؤال مباشر على المتدخلين تتعلق ب يعني كنشوفوا مثلا في قوانين مهمه كتعلق بالسلامه الجسديه ديال المتقاعدين مثلا في قانون حوادث الشغل قوانين حوادث السير عاده الان كنشوفوا بان القانون المتعلق بالاخطاء الطبيه قاموا بانجاز واحد البرام كيتعلق بالاخطاء وتتعلق بالتعويضات اللي ممكن ان تعوض تلك الاخطاء. حاليا كنشوفوا حاليا في قانون الصحافه كنشوفوا بان القضاة يعني يقومون او يبتون بمبالغ خياليه يعني سمعنا 500 مليون سمعنا 600 مليون سمعنا 100 مليون لماذا لا يتم التفكير في يعني وضع برام كيتعلق بنوعيه الجرائم او نوعيه المخالفات ثم المبالغ المقابله لان لا يعقل ان صحفي تحكم عليه ب 500 مليون هذا كتقول لي سد الجريده ديالك وسير الله عنك ما بغيناكش ما تخدم لينا في الصحافه ما بغيناش نسمعوا صوتك يعني ومع العلم ان كاين قوانين يعني كاين قوانين اللي تم فيها البرامج كتعلق بالسلامه الجسديه ديال العمال ورغم ان المبالغ هزيله جدا يعني عامل ربما يعني ربما البوترات ساقو وكذا تيتخلص يعني كان تعويض ديال 10 المليون وكنشوف صحفي قال جوج كلمات او ثلاثه كلمات حكموا عليه ب 600 مليون يعني هذا شيء في نظري شيء مجحف بالنسبه للصحافه وشكرا. عفوا الاتجاه الحالي ديال محكمه النقد حول الحاله ديال النقد السياسي امتى كتعتبر القذف حيت هذه الحاله كتطرح عده مشاكل في حريه الصحافه بصفه عامه وشكرا.